ايه ده؟ انت كل ده نايم؟ اصحى بقى يا سيف، النهار طلع خلاص. ايه ده فيروزة؟ انت جيتي امتى؟ لسه جاية حالا، يلا اصحى ورانا تمرين. حاضر، بس اديني فرصة اغسل وشي واخد دش. طيب انا هستناك بره، ما تتأخرش بقى. اما الواحد كسلان بشكل، انا بفكر انام تاني. يا سيف انت نمت تاني؟ لا لا خلاص، انا صحيت اهو. اروح بقى اخد دش عشان افوق. المية تريلا تشال، توفينا للحجال. المية تريلا تشال، توفينا للحجال. كل ده بيستحمى، حاجة غريبة قوي. أنا جيت. أخيرا جهزت، يلا بينا على الجيم. لا استني، لسه ما شربتش المشروب بتاعي يا فيروزة. يلا بقى يا سيف، ابقى اشربه في الجيم. طيب يلا بينا. هنروح بقى بإيه؟ ايه رأيك نروح بالعربية؟ لا، عاوزين نشاط بقى. خلاص يبقى نروح بالعجلة. العجلة؟ ماشي، مع ان انا كنت ناوية اقولك نروح مشي. ماشي زي ما تحبي يا فيروزة. لا خلاص، خلينا بالعجلة عشان ما نتأخرش على التمرين الصباحي اكتر من كده. يلا بينا. امسكي كويس يا فيروزة. بقولك ايه، يلا نروح بالعربية احسن. لا ما تخافيش، اركبي ورايا. ماشي، بس اوعى توقعنا تاني. ايه ده، هو لسه محدش وصل ولا ايه؟ يمكن جوه. طيب تعالي ندخل. افتح يا سمسم. سيف وفيروزة أهلا بيكم، اتأخرتم يعني النهاردة، يا ترى ليه؟ مفيش يا كارما، سيف اتأخر في الصحيان النهاردة. على العموم نورتوا الجيم. أهم حاجة دلوقتي يا كارما، عاوز أشرب عصير. حاضر، اتفضل اقعد وانا هجهزهولك. ياه، أنا بقالي كتير ما جيتش الجيم، حاسس إني نسيت كل حاجة. للدرجة دي؟ ما انا بقالي فترة كل شوية اتحايل عليك عشان تيجي معايا الجيم. اديني جيت اهو يا فيروزة. العصير جاهز، اتفضلوا. يلا يا سيف اشرب بسرعة علشان نبدأ التمرين. ما انا بشرب اهو. ايه ده، ايه الطعم ده؟ ده عصير، ده ايه ده؟ بطيخ. ايه ده يا ايه الطعم الغريب ده يا كارما؟ وريني كده. يا ايه ده؟ ده انا شكلي حطيت ملح بدل السكر. يا سكر، ما شاء الله على نبهتك يا كارما. يلا بينا نبدأ التمرين عقبال ما تعمل لنا عصير تاني يا سيف. ماشي يلا بينا. هنبدأ بلعبة ايه؟ ايه رأيك نبدأ بالمشاية؟ ماشي انا موافق، بس خلي السرعة اقل حاجة، انا بقالي كتير ما اتدربتش انت عارفة. ظهري. يا خبر يا سيف، انت وقعت من اولها، دي اقل سرعة. يا رجلي، حد يقومني. قوم قوم.
بقولك ايه، انت دلوقتي تروح تتمرن جري في المكان لحد ما تسخن شوية، عقبال ما انا اتمرن على المشاية. حاضر. تلات واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. ما هي سهلة اهي، امال سيف وقع ازاي؟ اما اقعد اريح شوية بقى كده على جنب، وبعد كده ابقى اجري في المحل. شايفاك يا سيف، قوم يلا اجري في المحل. حاضر يا فيروزة. ايه دي واقفة؟ انا اروح اتدرب على بتاعة الملاكمة اللي جنبي دي. رايح فين يا سيف؟ هتدرب على الملاكمة يا فيروزة. ملاكمة. هوبا. انا كل حاجة كده توجعني وطلعاني. ايه ده، انت محتاج تتمرن كتير عشان ترفع مستواك. انا محتاج اتكبس من كتر الوقعات اللي وقعتها النهارده. يا كلي ويا جسمي. معلش، انت محتاج وقت ومجهود عشان ترجع لمستواك. ما تنساش انك بقالك فترة طويلة مش بتتمرن. بالظبط كده. هروح اتسلق على حائط التسلق اللي بره. طيب خلي بالك من نفسك. ما تقلقيش. ده سهل قوي، انا هطلع لأعلى نقطة. يا فيروزة يا فيروزة، بص انا وصلت لحد فين. ايه ده يا خبر، خلي بالك يا سيف، ده انت طلعت فوق قوي كده. حرمت.